السلام الله عليكم إخوان، ومرحبا بكم مرة أخرى. إن شاء الله سوف نتكلم عن زراعة اللوبيا الخضراء، وهذا الفيديو سوف يكون تتمة لزراعة اللوبيا الخضراء من أجل إنجاح هذا المشروع. صراحة المشاريع المربحة الزراعية المربحة إن شاء الله بعدما قمنا زراعتها في الفيديو أو في الحلقة القادمة إن شاء الله هذه النتيجة بعدما قمنا بزراعتها أصبحت تزهر على هذا الشكل كما ترون. اللهم بارك، نتيجة مرضية صراحة بعد مرور شهر واحد فقط عليها. كما ترون هذه النتيجة، أردت أن أشاركها معكم. وسوف نتحدث عن أمر مهم، ألا وهو بعض الأمراض التي تصيب هذه الفاصوليا الخضراء، وأهمها هو الدودة الخضراء أو دودة القطن. سوف نتحدث عن كيفية علاجها وكيفية الوقاية منها إن شاء الله في هذه الحلقة. كما ترون هذا هو الحجم الذي أصبحت عليه بعد مرور شهر واحد فقط. وهذا من الأمر الإيجابي من حيث زراعة هذا النوع من اللوبيا، أنها تعرف نمو سريع جدا، حوالي شهر أصبحت على هذا الشكل. والأمر الإيجابي كذلك في هذا النوع من هذا الصنف من هذه اللوبيا، أنها لا تتطلب كثير من الماء، أي أنني حاليا أعطيها حوالي ساعة في اليوم فقط من الماء. وطريقة السقي أستعمل طريقة جوت جوت أو ما يعرف بالتنقيط، لأنها لا تتطلب كثير من الماء، وهذا الأمر إيجابي. وصراحة المشاريع المربحة، ولأي شخص يمكن القيام بها، صراحة المشاريع المربحة أنا أنصح بها. كما ترون أصبحت تظهر، أي أنها أصبحت تظهر بعض الأزهار البيضاء، ودليل على ذلك أن أصبحت تزهر. حاليا سوف تستمر حوالي 90 يوما وتصبح جاهزة من أجل القطف أو الجني. وهو الأمر الإيجابي أن تستمر 3 أشهر فقط من البداية حتى النهاية. كما ترون هذه الثقوب التي لاحظتها، وهذه التي تسبب دودة القطن أو دودة الخضراء. لهذا سوف أقوم بحلقة إن شاء الله من أجل القضاء على هذه الدودة أو هذا المرض الفتاك الذي يصيبها. صراحة المرض الوحيد الذي يصيبها. إن شاء الله غادي نقوم بحلقة وغادي نتعرفون المبيدات التي سوف نستعمل. صراحة المبيدات رخيصة ودفع عالية جيدة من أجل القضاء على هذه الدودة أو هذه الدودة الخضراء أو ما تدعى بدودة القطن التي تصيبها، التي يجب الحماية منها قبل أن تتكاثر في الحقل. كما ترون أصبحت الأوراق مثقوبة على هذا الشكل، ودليل أنها متواجدة فيها في الحقل. إن شاء الله غادي ندير حلقة كيفية الوقاية من هذه الدودة، هذه الدودة الخضراء أو دودة القطن. ومقت الزراعة من كل سنة تستعمل شهر 2 و3 و4 حتى شهر 5 يمكنك زراعتها، ويمكنك زراعتها في أي مكان، أي أنها تتحمل درجة الحرارة أي مكان يمكن الشخص أن يقوم بزراعتها. صراحة المشاريع المربحة وغير مكلفة. كما ترون أردت أن أشارك معكم إلى ما آلت إليه نتيجة زراعة فاصوليا بعد مرور عليها شهر واحد. إن شاء الله غادي نخلي لكم فيديو أسفل، رابط فيديو أسفل